مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام في الجميع. اليوم جمعة، هلا بالجمعة زي ما بيحكوا. أهلا. احنا الايام صراحة مع هذه القعدة بطل فيها، لا هي جمعة ولا خميس ولا اثنين ولا بالضبط ثلاث، بالضبط. كلها صارت واحد. نرجع لكم في سهرة رمضانية مقهى لايف زي ما عودناكم كل يوم جمعة. نجتمع مع ناس بنحبهم بحبونا يكونوا معنا. اليوم حيكون معنا الأستاذة إكرام، أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا. من ووترلو. نعم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وراح يكون معنا طبعا أخونا وصديقنا رفيق الشقر الأشقر الأشقر، راح يكون حكواتي حينضم معنا. طبعا معنا الأستاذ محمد تميمي، منور. اهلا وسهلا. اهلين، يا هلا دكتور، كيف اموركم؟ ان بس شاء الله بس بخير. انت الحمد لله انت لابس ازرق اليوم عشان احنا عاملين البانر ازرق، ولا بالصدفه؟ رب العالمين دائما بيوفقني للخير يا اخي، يعني بتيجي لحالها هيك ربانيه. طبعا يا جماعه يا جماعه، لا اخفيكم، كنت انا والاخت ام هاشم نحكي قبل اللايف بدقيقه، يعني انه الاستاذ محمد التميمي بيجيب لنا اسئله ليس من خارج المقرر، ما درسناها. فاليوم يا بتنفع معايا يا ما بتنفع، يا بنسلم الاسئله لواحد ثاني. لا، شوف، الاسئله يعني بنجيبها صعبه علشان الناس بس يعني تعرف كيف لازم تحلها. ايوه، فام هاشم، ام هاشم اندلت على طريقه الحل. ايوه، اندلت على طريقه الحل. هاي طريقه الحل، هاي طريقه الحل انا عندي. هيا ارفع فيه المعمول. ايوه، ورجينا ورجينا. يا عيني، هاي انا بصح لي ادرس من الصبح، مش غالي بعمل معمول. هيا شايفين كعكة معمول، هي بتحل اي سؤال. هاي بتشفع لي اني مش دارسه، يعني شو بدي اعمل؟ لا طبعا، هاي بتشفع لك انك مش دارسه لليوم ولا سنه قدام. خلص، فيش. طيب، ام هاشم، احكي لنا عن هاي العاده، عاده عمل المعمول. احنا بنعملها كثير في بلاد الشام، معظم اهل الشام، احكي لنا عنها، ليش الناس تبدا؟ الكعك في مصر كمان. الكعك في مصر، يس، بس مش معمولنا، بيختلف شويه تبعهم. وحتى بتفضل. المغرب بيسووا حلويات بس بتختلف. احنا عندنا هاي المعمول، يعني هو حلو لازم يكون، بس لو نسمع منك شو رايك في الموضوع. والله يعني انا بصراحه ما درستش يعني على المعمول، بس من خلال خبرتي فيهم انه نحن صغار تعود، يا من خلاله نحن صغار كانت يعني جدتي الله يرحمها في طقوس خاصه للعيد، وبعدين تورثوها العمات والعمام، وامي اطال الله بعمرها كانت طقوس العيد لازم المعمول، يعني لازم المعمول موجود بالعيد، فاعتقد هو لاظهار الفرحه والاحتفال بالعيد، يعني هاي جاء اساس المعمول. وكمان يعني المعمول ايش بتميز؟ انه يعني المعمول مش حلويات سهله تعملها، يعني لا، حلويات بدها تجهيز وبدها تحضير، فهي يعني بتبين الاحتفاليه، احتفاليه العيد، العيد قادم، الاطفال بيشاركوا، نساء الحي كلهن يعني بيجتمعن مع بعض وبيساهمن بصنع المعمول، وبالرغم انه الكل مثلا ممكن يكون مع بعض، البعض يساهم بعمل المعمول، الا انه ايضا يتبادلوا صحن المعمول، يعني بتلاقي الجاره بتبعت لجارتها من المعمول اللي عملوه مع بعض، يعني فهذا بدل على التآزر والتآخي والتعاون ما بين الجيران والتواصل الاجتماعي بالحي. فاعتقد انها عادي وظاهره مرتبطه بالعيد نوعا ما، وتكون هي طبعا من مظاهر كرم الضيافه يوم العيد ايضا. طبعا احنا عندنا عاده المعايده، لما الناس بتصلي رجال بالعاده وبرجعوا من المسجد بتزاوروا، ومن اظهار الكرم طبعا هو تقديم المعمول واقراص العيد اللي بنسميه احنا في قريتنا بشمال عجلون او بشمال الاردن بعجلون بصخره قسماط، يعني او قسماط او اقراص العيد، او انا يعني بجيب لك واحده قسماط قسماط جاهزه. انا عندي بلان بكره ان شاء الله، بلان بكره اعمل شويه قسماط. يا جماعه هذا هاي هذا الاشياء ترى يعني بعدها ممنوعه، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لا، ودكتور جمال راح يجيب قال عينات.
يعني يا سلام، مين عامله هذا دكتور؟ شكله شغلك. شايفه كيف؟ واي واي معمول واصف تيجي له. ومرتي مش عربيه ترى، ها؟ ما شاء الله. علمها. هاي ناديه معكو، ما دام ناديه موجوده معناته مش رقيب فيه على الموضوع. صار شكلها ناديه وسلمتك الاسئله. شوفوا، ناديه امبارح حكت شويه عن المعمول، وفعلا حكت انه زمان، يعني انا لما كانت تحكي صراحه ذكرتني في ايام الماضي. كل سيدات الحي، وحده بتعجن، وحده بتعجن العجوه، وحده بتنقش، وحده بتحط بالصواني، ولاد الحي كلهم ماسكين هالصواني ورايحين عند الخباز. صحيح. فكانت لها بهجه، من اجمل المظاهر، فعلا من اجمل المظاهر، لما كل الحي. واقول لك كيف كنت تشوفها كمان، لما يجي الملوخيه تشوف مظبوط النسوان الحارة كلهم، اللي جاي ب 100 كيلو واللي جاي ب 50. هاي اللي بس هي وجوزها لحالهم ماشي، كانوا يجيبوا 30 كيلو، هذول اللي هي جوزها لحالهم. والكل يلقط مع بعضه، يلقط مع بعض، يعني ثاني يوم على بيت جديد، ثالث يوم على بيت جديد. شوفوا هذا، احكي لكم شغله، تفضل. الحلو موجود من في السنة، في 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 العيد. حلو. ولكن الفرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، إنه في عيد الفطر قبل ما تروح على الصلاة بتاكل الحلو، التمر. عيد الأضحى بعد ما تصلي بترجع بتاخذ التمر. فالفرق في التوقيت قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن موجود مشروع موضوع التمر في العيد. ما شاء الله، يعني في منه توسعت فيه، صارت بدل ما تعمل تمر صارت تعمل كعك التمر. بعدين صار كعك الفستق، بعدين صار كعك الجوز، بعدين تطور، يعني تطور. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هاي خارج المقرر، مش ضمن الأسئلة هاي. اوكي، هاي ملهاش خاص. طيب اليوم كنا نحكي مع إكرام عن شيء مهم، عن شيء رائع عملته إكرام. طبعا لا يعني ليس بالغريب على ام هاشم وعلى الصبايا اللي مع ام هاشم انهم يقوموا بهذا الشيء. لو تحدثينا عن المبادرة اللي قمتوا فيها خلال شهر رمضان. اشكرك استاذ دكتور جمال، استاذ محمد. طبعا نحن في بمنطقه ووترلو ريجن عندنا جروب من النساء بسميه وومن امباورمنت، وبضم حوالي 400 امراه. في معانا من، خليني احكي يعني عن المبادره هاي بالتحديد، معانا من جامعه، دكتوره من جامعه لوريه، هي من اصل تركي، ليست عربيه يعني وانما مسلمه. فنشرت على الجروب، يعني كان في للأسف حدث صار بالجامعة، فطلبت من الأمهات إذا في حدا ممكن يتبرع بتزويد أو إعداد طعام الإفطار لمجموعة من الطلبة. فكان الإقبال ما شاء الله يعني مش طبيعي صراحة، يعني الأمهات كلهم بادروا. فأخذنا المبادرة وبدأنا فيها، عملنا جروب واتساب، وكان معنا بالجروب 28 امرأة من Women Empowerment. وطبعا الدكتورة سيلدا بوجه لها تحية، هي من الجالية التركية، كانت تعمل أيضا على جبهة أخرى من منظمات أخرى لتزويد الإفطار ل 40 طالب كلهم انترناشنال. جروبنا نحن بال Women Empowerment زودنا حوالي يعني 24 طالب. كان طبعا في بعض الايام بعض الامهات قمنا باعداد الطعام من 15، طبعا تتراوح من مجموعه لمجموعه. نظمنا العمل بشكل يعني من اول يوم عملنا كعمليه النحل، يعني انا لا انسب هذا العمل لنفسي ابدا. نور، بحيي نور كانت من اوائل المبادرات معنا في المبادره او المتطوعات. انا شايفه هلا معنا لايف، بعثت لي نوره. فكان معنا 28 امرأة، فمن أول يوم الصبايا وزعنا الأدوار، فكان عندنا مجموعة من الصبايا قاموا بإعداد إكسل شيت
أو جدول، الجدول يتضمن أسماء الطلاب وعناوينهم وكم عدد الطلاب اللي عايشين في لوكيشن معين أو في مكان معين وما هي جنسياتهم حتى يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الطعام الذي يزود إليهم، وإذا كان الطلاب مثلا عندهم أي يعني أي إعدادات خاصة لل يعني شو بدي أحكيها كيف بحكوها اللي هو أليرجي أو تحسس للطعام أو ما بيأكلوا شغلة، فكان في عندنا يعني هاي المجموعة وأعدوا الجدول وما شاء الله كان تطوع يعني حتى بالنهاية حتى قمنا بإغلاق يعني حكينا خلاص لأن اكتفى العدد وكان لسه في طلب يعني بتحبوا ناس يزودوا وجبات إفطار، ففي منتصف الأسبوع مثلا كان في عندي إجاني رقم أو إجاني 4 طلاب جداد فكان يعني العدد مكتفي من الطوعات، فاتصلت في أخت وقالت لي أنا أرغب بالتطوع فأضفناها، فكنا نعمل يعني زي خلية النحل. الحمد لله الفكرة نجحت جدا ووجدت صدى وكل الطلاب تم تزويدهم 20 ل 24 طالب تقريبا تزويدهم يوميا ب4 كورسات من وجبة الإفطار يعني 4 course meals، وكانت الأمهات يعني ما يلفت للنظر دكتور أستاذ محمد إنه الوجبة كانت تعد بالحب، يعني أنا كنت أسميه بالحب والحنان، فالأم كانت تعد الوجبة وكأنها تعدها لابنها ابنها الغائب عنها، يعني مشاعر طبعا كانت جياشة جدا وإحنا نقوم بالترتيبات والإعدادات، فيعني كانت من أفضل ما لديها ويعني تشعر أنها تقدم هذا الغذاء لابنها بالرغم من أن هؤلاء السيدات ما بيعرفوا هذول الأولاد، ما عمرهم شافوهم ولا بيعرفوهم ولا عمره صار في بناتهم أي نوع من التعارف أو اللقاء، فنظرنا العمل والحمد لله يعني المبادرة وجدت صدى كبير بالمجتمع المحلي والجامعة. الجامعة يعني كان عندهم صراحة يعني ردة الفعل كانت جدا جدا inspiring زي ما بيحكوا ملهمة ومؤثرة، حيث أن الجامعة لما عرفوا هذا يعني الإقبال والتكاتف والتعاون من الأمهات لمساعدة أبنائنا بهذا الظرف الحرج، لأنه كما تعلم بسبب COVID-19 هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا من العودة لعائلاتهم، فالجامعة يعني رحبت بالفكرة وأيضا قامت ب زي ما بحكوا تعيين طلاب 2 ليقوموا بأخذ الوجبات الغذائية وتوصيلها للطلاب، لأنه في البداية كان بالنسبة لنا هذا تشالنج كبير إنه عندنا 8 locations فالأم بدها تطبخ وتعمل وترتب كل هاي الأشياء وبعدين توصل لثمن أو 10 مواقع حسب الليست اللي عندها، فالجامعة طيب أنا بدي أقاطعك ست إكرام أقاطعك هون أوكي اسمحي لي. أول شيء خلينا نرحب بالأستاذ رفيق. أهلا وسهلا بك. وأستاذ رفيق طبعا هو من أصل لبناني من أصدقائنا وهو من المبدعين في سرد الحكايات، ولكن بالتأكيد له مواهب كثيرة حيحدثنا عنها الآن، فأنا حبيت أرحب فيه قبل الترحيب الأصلي اللي حيرحب فيه دكتور جمال. أهلا وسهلا كفيت. هذا وقت مستقطع بس للترحيب. ثم بعد ذلك أنا بفضل أنه قبل ما نسهب إكرام في الحديث عن ردود الأفعال خلي الناس تتصور بس معنا وتشوف معنا إيش اللي كنتوا تعملوا. شو رأيك دكتور طيب جمال لو نشوف الفيديوهات؟ تقدري تحكي ترى اثناء الفيديو ولا لا؟ زي ما بدكم احكي. اذا كان ما فيش صوت في الفيديو بتقدري تحكي اثناء الفيديو. طبعا هو كليب قمنا باعداده من بعض يعني لانه في مش كل الناس بتحب تصور بعض الوجبات التي تم اعدادها، نشاهد يعني الكم الهائل من النيوتريشن او الاغذيه الموجوده من اللحوم والخضار والمقبلات وال حلويات الرمضانية المشهور فيها الشرق الأوسط طبعاً وبعض بلدان العالم، وأيضاً الجنود المجهولين يعني بينه هنا اللي هم أفراد العائلة للست أكيد عائلتها تساعد في إعداد هذه الوجبات، كمان شاهدنا الشوربة السلطة المختلفة من يعني تحتوي على الحلويات بأشكال فنية كما تلاحظوا، يعني شوفوا حتى طريقة العرض كيف كانت فنية وفيها إبداع، يعني مش بس كانت الأم تقوم بإعداد الطعام ذات ست وخلص ابعثوه، لا شوف الفن في التقديم يعني،
فكانت السيدات يتفنن بالتزيين، حتى انه الطالب ياكل بشهيه، يعني لما تجي الوجبه مش بس انجريدينت محطوطه فوق بعض البعض، بس في زينه، في صنوبر، في لوز، في خضار، في اشكال، يعني ما شاء الله كان يعني تحس انه معمول من القلب الى القلب، يعني ام تعمل لابنها. عشان هيك المبادره يعني جدا كانت جميله، و يعني مرات الواحد بصير مشاعره جياشه، يعني حتى ورق العنب، يعني قديش صعب الناس تعمل يبره او ورق عنب، يعني تقوم الست انها تعد ورق عنب لعشرين شخص، يعني مش سهل، بس قمنا الامهات باعداده يعني الحمد لله زي ما انتم شايفين بالفيديو. لا يعطيكم العافيه، شيء رائع، جميل جدا. نعم جميل جدا. طبعا بنرحب باخونا وعزيزنا رفيق، سامعنا؟ اوكي احنا مش سامعينك، اعتقد انه عندك مشكلة بالصوت، اذا سامعنا لازم تطلع من الصفحة وترجع تدخل. اوكي انا هنرجع على الاستاذ رفيق اكيد. اوكي اكرام، يعني الشكل اللي شفناه او التقديم هذا اللي شفناه، مين اللي كان يساعد فيه؟ يعني أنا متأكد طبعاً أنت والعائلة، وهذا مش غريب زي ما حكى دكتور جمال، يعني الحمد لله تعرفنا على العائلة، العائلة كلها معطاءة، بس مين كمان كان يساعدكم؟ هل كان عندكم عائلات أخريات معكم بيساعدوكم، الحي ولا تجمع ولا جمعية، ولا مين اللي كان يساعد في هذا الأمر؟ وكيف تم الإعلان عنه؟ يعني المبادرة هل أعلنتوا أنتوا عن أنه حتعملوا مثل هيك شيء؟ وبعدين ناس اقبلت؟ خلينا نتاكد بس استاذ رفيق اذا كان سامعنا واحنا إيه. سامعينه عم تسمعني؟ ممتاز، احنا سامعينك، خلاص ممتاز ممتاز ممتاز. كملي كملي اكرام، بس نخلص السؤال. تعرفيني اهلا وسهلا دقيقه، بس دقيقه. اوكي تفضل يا استاذ اكرام. المبادره يعني هي دكتوره في الجامعه ريتش اوت لجروبنا، احنا عندنا جروب اسمه وومن امباورمنت بوترلو ريجن، فهي يعني سألت سؤال من ترغب بإعداد وجبة إفطار لطالب انترناشونال، فنحن أخذنا المبادرة وعملنا لجنة تنظيم، شكلنا لجنة أنا وكمان سيدتين أوجه لهم التحية، أنسام الشافعي كان المفروض تطلع معنا اليوم لكن اعتذرت في آخر لحظة، والسيدة وفاء الآغا، شكلنا لجنة مفصلة وقمنا بالتنظيم كيف ومتى وماذا وكل الترتيبات هذه، كل يعني اجتمعنا على الواتساب ومكالمات جماعية وقمنا بالتنظيم أولا، وثم شكلنا جروب واتساب ثاني، لأنه طبعا ما بنقدر نجتمع ولا نشوف بعض كله من البيت، فكان الجروب الثاني يعني مكون من السيدات اللواتي تطوعنا للمشاركة بهذه المبادرة. والتنظيم طبعا كان نحن كلجنة تنظيم كنا ندير مثلا من ستقوم بالإعداد في اليوم الفلاني مثلا، وقمنا أيضا بالترتيب بين من سينقل الطعام من بيوت هؤلاء النسوة إلى بيوت الطلاب، كما ذكرت 10 locations أو 11 locations كان عندنا، لأن يعني الطلاب بيعيشوا بأماكن مختلفة في منطقة كيتشنر ووترلو، ومرات قد تأخذ ساعة كاملة أو ساعة ونصف حتى يتم إيصال هذا الطعام، فكانت الترتيبات كلها يعني خلال يوم ليومين كنا عاملين كل هذه الترتيبات، موزعين الأدوار على كل الأعضاء، وطبعاً من خلال الترتيب والتخطيط للمبادرة قمنا بعصف ذهني عن نوعية الغذاء الذي سيتم تزويده، بحيث أنه ما يتم مثلاً التكرار، يعني مش معقول 20 سيدة يقومن بإعداد نفس الطعام كل يوم للطلاب، طبعا بصير في نوع من الملل، يعني النساء أبدعن ما شاء الله، الأخوات يعني وجه لهم التحية، أبدعن بإعداد وجبات وأفكار جديدة لأصناف متعددة من الطعام. بعدين عملنا جدول بكل يوم من هي المسؤولة مثلا، أو من هو المجموعة المسؤولة عن هذه الوجبة، ومن هم الطلاب الذين سيتم تزويدهم بهذه الوجبة، وما هي مكونات هذه الوجبة، ونشاركها على الواتساب، وثم طبعا تقوم الأخوات بإعداد الوجبة وطهيها في منازلهم. طبعا في البيت أكيد في هناك ناس بتعاون، يعني زي ما تفضلت حضرتك
الزوج والابن والبنت طبعا اكيد لهم دور بنسميهم الجنود المجهولون يعني او المجهولين بعمليه تزويد الوجبات للطلاب. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. يعني بس اضيف شغلي كل ما كان كلياته كان عباره عن تطوع يعني حتى تكاليف الوجبه الماديه كلياتها كانت من تبرع من الاخوات يعني ما في حدا عمل اي نوع من الفند ولا كان في اي نوع من ايش الفند يعني تزويد مالي او اي يعني ما كان في اي حدا راعي او مسؤول عن هذه المبادره كانت مبادره بجهود شخصيه وتطوع وتبرع من الاخوات انفسهن في ميزان حسناتكم. نعم. ان شاء الله. نعم. ربنا يقويكم ان شاء الله وجزاكم الله خير ان شاء الله هذا تلقونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله. طيب شاء الله. ننتقل للاستاذ رفيق. يعني احنا طبعا اليوم حكينا لازم يكون فاكهة للجلسة وشيء يعني يخرج الجلسة من اي ملل ممكن يرافقها فأتينا بأستاذ رفيق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نورتنا استاذ رفيق. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. يا هلا دكتور جمال. نعم تفضل تفضل تفضل. لا بس بدي الموضوع اللي بدي احكيه موضوع بده 50 جلسة لتقدر تغطيه. انا معك. اللي هو البرنامج اللي عم اقدمه انا على اليوتيوب بالوقت الحاضر صار عندي عدة حلقات هي حكايات من بلادي. يب. وهذا البرنامج بيتضمن عن تراثنا حديث بيحكي عن التراث عن المجتمع العربي بوجه عام وبيتقسم إلى أقسام. هلأ بعدني أنا عبعطي معينات بيوتيوب عن كل موضوع من المواضيع. فمثلا التراث هو علامة لأمة من الأمم أو لوطن من الأوطان. والتراث بيتقدم في القصة، الكتابة، الموسيقى، الرسم، النحت، المسرح، الغناء، ومن جملته أيضا في الأدب الشعبي من جملة التراث. وهذا بيميز كل بلد عن البلد الثانية بتراثها. فالأدب الشعبي يؤلف الجزء المهم من هذا التراث. هذا الأدب ما إله صاحب بس كل الناس أصحابه. هذا الأدب ما انكتب بالكتب بس انكتب بقلوب الناس. بيحكي عن تجارب وحياة الناس وخلاصة تجارب أبائنا وأجدادنا. فهذه الفكرة الأساسية. وطبعا هذا بيتجزأ إلى أقسام. القسم الأول اللي هو الأمثال وحكايات الأمثال وتاريخ الأمثال. والقسم الثاني اللي بيحكي عن عاداتنا وتقاليدنا شو بيصير بالمآتم شو بيصير بالأفراح والأعراس. والقسم الثالث هو نوع من الشعر العام الزجل وطرائف ونوادر إشي من هالنوع. هذا بوجه الإجمال اللي عم بشتغل عليه. إلك على الزجل يعني بتعرف زجل؟ طبعا الزجل جزء من الادب الشعبي وانا مهتم بالادب الشعبي لانه هذا تراثنا. طب سمعنا حاجه زجل؟ انا حاب اسمع شكل خليط دكتور جمال اذا بتسمح لي. هل في مستعجل دكتور جمال روح. والله انا بحب الادب الشعبي لانه بذكرنا برجعنا للبلاد. بالضبط. نحن بالادب الشعبي في شيء اسمه الحكاية والقصة. الحكاية بالأدب الشعبي، القصة بالأدب المكتوب باللغة الفصحى. صح. راح أعطيكم أحكي قبل كان بدي أقولكم عن الحكواتي. أنت كنت أعطيك دكتور جمال عن فضل. تعرف من قبل ما كان في لا تلفزيون ولا سينما وكانوا الناس بدون يقضوا أيام الشتاء وين بدون يروحوا يجتمعوا ببيت ويجي الحكواتي ويحكي لهم قصص. فكان يبتدي يقول الزير أبو ليلى المهلهل
وقلب الزير قاسي ما يلينا. وإن لان الحديد ما يلين قلبه، قلبه من حديد القاسيين. ورقب الحصان الأبجر واستل السيف وراح للأعداء ويقتل إلى آخره، والناس في تشويق. ويحكي مع هون للساعة مثلا 11 بالليل، يوصل لمنطقة حساسة جدا، يعرفوا شو صار بالبطل، يقول لهم لبكرة نيجي. وتقوم مسلسل مثل مسلسل التركي، مثل مسلسلات. نعم إيه، هذا هذا الزير طبعا، الزير سالم. الزير إيه، الزير سالم، هذا الزير سالم. هذا الحكواتي. هلا من ناحية نعم. عندنا ست الختيارة. الختيارة بتجيب الأولاد بتقول لهم كان يا مكان يا قديم الزمان، هلا بنحكي وبعد شوي منا. وقبل ما تبلش بالحكاية بتقول عن شكي عن بكي عن دبس شديد بعلبكي، لا بينشال بالإيد ولا بخواتم الحديد إلا بخاتم ستكن أم سعيد. يا عيني. بس تخلص الحكاية تقول حكايتها حكايتها وعنكم حطيتها، يلا قوموا ناموا، وانتوا تفضلوا روحوا ناموا خلصونا. رائع رائع انت استاذ رفيق. فالموضوع اللي بدي احكيه هلا، بدي احكي عن الحكاية. بالأدب الشعبي ما في قصة، القصة مكتوبة باللغة الفصحى. نعم. ومعروف مين كتبها. صح. الحكاية هي تحكى بالعامية، وأهم شيء بالحكاية هي أسلوب الحكاية كيف تنحكى. فأنا بدي قارن بين القصة والحكاية. حلو. القصة مثلا نأخذها من كتاب البخلاء للجاحظ. حلو. بيقول كان رجل بخيل يأكل عشاء، فجاءه زائر فقال له السلام عليكم، فقال عليكم السلام، قال له تفضل كيف أحوالكم، قال له الحمد لله تفضل. فتقدم الرجل يأكل فقال له أرجوك لا تخلط الكلام بالطعام، أنا قلت تفضل فتقول أفضلكم، ما بتيجي بتاكل عشاي. هذه القصة، القصة باللغة الفصحى. أنا أفضل تخلي الأربع، ما تفرجيني نفسي، بدي أشوفكم أنتم بليز. الجمهور هو بدي يشوفك، تفضل تمر. أوكي. الحكاية هي ما معروف مين حكيها، يعني صارت ملك الناس. ففي بسهل البقاع عندنا بلبنان فلاح زارع حقلة بطيخ، فعم يجمع البطيخ استوى هو وابنه. وبس هذا الرجال كان بخيل جدا من جماعة الجاحظ. فمرأ رجل هنا عم يجمعوا البطيخ، قال لهم مرحبا شباب، ما ردش الرجال. مرحبا شباب، ما ردش الرجال. ابنه قال له بيي عم بقول مرحبا، ليش عم تردش علي؟ قال له خايف السلام يجر كلام والكلام يجر بطيخ. حلوة هاي. أسعدتنا. بدي أحكي لكم بالحكاية في أسلوب، أسلوب نعم. طريقة حكيها. مثلا في حكاية مرأة اسمها أم أمين مزوجة بنتها مريم على صيدا بين الجبل بحرمون وبين صيدا مسافة، كان بالحنطور يروحوا يقعدوا يومين. بعتها مكتوب لأمها، لأم أمين. أخذت هالمكتوب أم أمين وقعدت تدور بالضيعة ماشية بالطريق تشوف مين بدي يقرأ لها المكتوب. فالتقت بشخص اسمه نكر، وبالمثل بيقول اسم على مسمى. لما واحد نكد ومزعج ونرفوزة طبعه عقليته شغل إيده، هو اسمه نكر. قالت له الله يخليك اقرأ لي هالمكتوب من عند بنت مريم. فإجا ليقرأ المكتوب، ولد الحنونة كيف أحوالك، اشتقت إليك كثيرا. نعم. انصرعت هالمرة، شو هالحكي هي؟ قالت له الله لا يوفقك يا مريم، انت هيك بتصير معاش تحبي أمك وهيك ماشي. وعاود بتبربس وبتشاوبر، بتبربس يعني بتحكي على صوت عالي وبتشاوبر بتعمل إشارات. التقت بشخص تاني اسمه بعاطف، وكلام كمان نفس الشيء، اسم على مسمى.
إذا نكد نكد، هذا أبو عاطف رجل مسالم عاطفي. قال لها شو بك يا أمامين؟ قالت له هذه مريومة بنتي، نشوف ما اللي مكتوب. قال لها هاتي تشوف. أخذ المكتوب. والدة الحلو أطال الله عمره، كم اشتقت إليك كثيرا. صار يقرأ لها يي الله يطول عمرك يا مريم، الله يخلي لي إياك. فخلاص القول منقول في كلام بحنن وكلام بجنن. صح، يا عيني عليك يا عيني. نسرين بتقول لك رجعتنا لأيام زمان، لازم نشجع الناس يضلوا محافظين على هالشغلات، يكرروها لأولادنا حتى ما ينسوها. والله هيدا البرنامج أنا عملته بتشين راديو فترة طويلة، وكنت هذا بأتوا إذاعة تشين راديو بأتوا، كانوا يذعوا لي كل بالأسبوع مرة ساعة ونحكي فيه عن الحياة وكيف كان قبل الناس عايشين، وكنا نحكي عن الأساطير عن الخرافات وحكايات الأمثال. فسلام الراسي هو من أهم الناس اللي كان تخصص بالحكايات، إذا حكاية ما إلها نهاية كان يركب لها نهاية ويسميه ذنب الحكاية، يعني اللي فيه الحكمة وفيه الوعظة المهمة بالموضوع. طب بدنا نسمع منك شغلة تراثية تانية. أعطيتنا مثالين على التراث، الحكاية والحكواتي. بدي أحكي لكم عن الأمثلة. أوكي أوكي. الأمثلة يعني مثلا لما تقول البيت، البيت الرباني ما بينساني، يا بيتي يا بويتاتي يا مستر لي عيوباتي، أو أجار البيوت قبل القوت، يعني لما تأمن الأجار قبل ما تأكل. هاي من الأمثال. مثلا عندنا مثل قضي الأولاد شناء حاله. مثلا أنا بدي أوافق عند أجار البيوت. إيه؟ أجار البيوت قبل الكورونا ولا بعد الكورونا؟ عم نحكي قصصنا لنبعد الناس عن مشكلة الكورونا والتأثير. صحيح. النفسي عليهم. صحيح، أصدقت فيها. من نموه عنهم، ما بدنا نذكرهم بمشكلة الكورونا لأنه الحقيقة هي كارثة عالمية. طيب أستاذ رفيق، قاضي الأولاد قتل حاله، هذا إيش قصته؟ ما هي بدي أخبركم قصته. تفضل تفضل. الدكتور جمال صبره قليل. صبره قليل؟ طب يلا. صراحة دكتور جمال أول مرة بكون صبره قليل، بيستعجل يسمع منك كثير. لكن مش عارفه بعدني. حبيبنا تفضل. الحكاية إنه قاضي الأولاد شنع حاله، كان ملك الزمان عنده شي 6-7 نسوان، ومن كل مرة جاب له شي 7-8 أولاد، فصار في عنده مزرعة من الأولاد 20-30 ولد بالقصر، ونسوان عم تتزاعل مع بعضها، وولاد عم يتقاتلوا صريخ وعياط. هالملك ما عرف كيف بده يحكم البلاد، هو ملك البلاد. سأل وزيره قال له يا وزير دخيله، هالولاد والنسوان مقتلات وإشياء، بدي مين ينصف بناتهم ويصفقهم؟ راح جن. قال له والله بعرف قاضي كتير عادل وأحكامه عادلة جدا وبيفهم ومتواضع. قال له جيب لي يا دخيله. جاب له القاضي، قال له للقاضي شو الوضع، قال له اتكلم. اشتغل اول يوم القاضي، ثاني يوم لقى القاضي مشنوق، فما قدر حل قضايا النسوان والاولاد والعرب. فمن وقتها بيقولوا قاضي الاولاد شنع حاله. يا عيني. مثلا في حكايه ثانيه من الامثال بيقولوا نيال ما له مرأة دعنزي بجبل لبنان. سمعينه هالمثل؟ سمعينه؟ لا. أنا لا أول مرة بسمعه. أوكي. أوه، نيال من إله مرأد عنزي بجبل لبنان. مرأد عنزي. مرأد عنزي، بس يكون عنده مرأد عنزي نياله. طيب. لأنه طيب. كان قداش يعني جبل لبنان مهم وحلو. المهم كان في معاز بربي معزة، تعرفوا المعزة يعني. طبعاً. قاعد بمنطقة فوق نهر الكلب بجبل لبنان. ومعمر هيك بيت صغير، وعنده هالمعزة بهالمنطقة هونيك بأيام العهد التركي.
فبيقوم من الأتراك شو بسموهن رستم باشا، كان والي بلبنان، فقام قرر إنه يفرج إنه هن حضاريين الأتراك، فقام أخذ هالأرض تبع المعاز والأرض الثانية وعمل منشية، منشية يعني جنانة للناس يجوا يتنزهوا فيها ويعملوا فيها. فكانت النتيجة إنه كعروا للمعاز، يا خي أنا عايش من هالمعزيات وهذا أرضي وملكي، قال له أبداً، طلع قرار مرسوم تركي خلاص ما في. راح هذا المعاز لعند عمر بيهم، عمر بيهم كان زعيم برأس بيروت وإله علاقات كويسة مع الأتراك. فرحنا رسوم باشا قال له والله يا أنتوا يعني المعروف أنتوا عادلين، كيف هذا المعاز مسكين تاخذ له ارضه ومش عارف كيف بده يعيش، كي عنده عائله عنده هيك. قال له طيب تكرم عينك اعطيه 10 اضعاف قيمه الارض، فتنقول هالارض قيمتها 1000 دولار اعطاه 10000 دولار. فصار يقولوا نيال من له مرقد عنزه بجبل لبنان. طب اكرام، أيوة. في 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 امثال اردنيه عارفة قصصها؟ لو مثل واحد تعطينا. والله يعني بتأمل الأستاذ رفيقي. أستاذ رفيق تعرف مثل؟ خليني أقول لك، في عدد الأمثال ما يقارب بين 10 و15 ألف مثل. صحيح كتار. فإذا بدك بقرأ لك شوية أمثال، خليني أشوف لك، أعطيني لحظة صغيرة. معك إحنا. في صديقنا زاهي بيسألك عن عنزة ولو طارت. ايه عنزة ولو طارت هي إلى قصة، هذه عن العناد، الشخص العنيد. اوكي. الشخص العنيد اللي بيستبد برأيه وحتى لو كان غلط. هلا طبعا العنزة ما بتطير، الطير اللي بيطير، العنزة ما بتطير. صح. بس لأنه عنيد ومصر على قوله اختلف هو جماعة، فيقول لهم مثلا الطريق طوله 10 كيلومترات، يقولوا له لا طولها 100 كيلومتر، لا 10 كيلومترات، يقول لك يا خيي إلها مقاس الطريق. فأصر على كلامه، ساعتها قالوا عنزة ولو طارت، لأنه ما تطير العنزة، يعني للشخص العنيد اللي ما بيسمع متشبث برأيه. واضح واضح. هيا يا أستاذ زاهي رد المثل عنزة ولو طارت. طبعا بدي احكي لكم شوي عن الشعر الشعبي. تفضل. الشعر الشعبي فيه عاطفه كثير. صحتين صحتين يا دكتور جمال شحاته. على قلبك، تفضلوا. شكرا. بالامثال كان روحت الفكره، هي الاكل بيلهي هي. ما فرجتك على المعقول. هاي معمول كمان. اي على الشعر المعمول. ايه والله اجدته، ويعطيكم العافيه. يعني ما احنا ليش مسمينه مقهى اونلاين؟ عشان نشرب وناكل وننبسط مع بعض. صار بدها كاسه شاي. صحه وعافيه على قلبك. ايه شو كنا عم نحكي عن شو قلنا عن الشعر الشعبي. الشعر الشعبي. الشعر الشعبي. نعم. تعرف الشعر الشعبي هو شعر بيطلع بالسليقة، يعني الشعر الزجل والشعر العامي بتطلع معهم الأشعار بدون تحضير، دغري بيطلع الموضوع. فكان في شاعر قاعد هو حبيبته على سطيحة، سطيحة عندهم قدام البيت عندهم، وفي جبل وراهم. طلع من وراء الجبل القمر، طل القمر. تعرفوا أنتوا القمر مثلا إذا ست حلوة أو بنت حلوة بيقولوا وجهها مثل القمر. صحيح. إذا طلعت معه، طلع القمر وحده خطيبته مبسوط فيها. قال له طل القمر علينا وهل إلنا عقلات وجنوا. كيف له عين علينا يطلوا في عنا أحلى منه. الله. ها. الله. أنا هذا على فكرة أستاذ رفيق،
هذا الأسلوب في الارتجال اللبناني في الشعر الشعبي اللبناني والسوري في إله يعني إعجاز عجيب، في إله نمط عجيب يعني، حتى يعني زمان كان يقوم بالكلام هذا سيد درويش في مصر، وللأسف صار في انكماش لبعض التعابير هاي في الأغاني، لكن ما زالت موجود الحس، يعني الحس اللي في الأغاني الشعبية ما زال موجود إلى الآن، يعني بتشوف يعني بجوز تشوف الصوت سيء، بجوز تشوف اللحن صار تعبان، لكن بعد في محافظة على الكلمة وترتيب الكلمة بطريقة يعني إعجازية. هذا الشعر العامي أكثر شيء بزجل أو شيء في إحساس هو بأشعار المراثي المآتم. أوكي. بأشعار المآتم يعني في كتير إحساس وفي كتير تعبير صادق. يعني بعطيك مثل، في بلدنا توفى شاب كان بصفي، كان عمره 22 سنة، راح سافر على أفريقيا وصار معه حادث سيارة وتوفى. الله يرحمه. له أهل البلد إلا يدفعوا مصاري ويجيبوه يجنزوه بقلب البلد عندنا بضيعتنا. فكان مأتم مؤثر جدا جدا. بيقوم واحد بيقول ندب، بيندب. وهذا اللي بيندب مانو يعني ببيع خضرة، رجل عادي بسيط ببيع خضرة، ما بيقول يعني. بالمأتم قال شوف في بلاغة، يعني أنا بتصور يعني لا شكسبير ولا ميلتون ولا أي شاعر عربي، جبران خليل ولا حدا مثله. قال له غابت الشمس في حملها، هلأ أفسر لك شو غابت. أوكي. الشمس في حملها، خسرت العف في حملها، يعني غابت الشمس بعد الظهر. أها. وخسرت العف في حملها، البراءة، ابن 22 سنة يعني. غابت الشمس في حملها، خسرت العف في حملها، وصار تابوتك سفينة والدمع فاض وحملها. الله الله. وصار تابوتك سفينة والدمع فاض وحملها، قد ما بكي الناس عليه كأنه صار نهر. فهذا جمال الشعر العامي. لا، في إبداع عجيب في الشعر العامي، وصراحة إلى الآن بعد في شعراء موجودين وبيكتبوا شعر رائع. يعني مرات إحنا بنقسو على الشعراء الحاليين وبنعتبر إنه الكلمة راحت خلاص وبطل حد يكتب. لا حقيقة بعد إلى الآن في ناس بيكتبوا. بعد هون بيكتبوا بالعراق، بالأردن، بسوريا، بلبنان، هذا المنطقة هون بعدهم بيقولوا الشعر وبيعملوا حفلات الزجل. وعندهم شعر رهيب جدا يعني كتير. نعم حلو. نعم. وتركيبات العبارات وتركيب العبارات وتركيب الكلمات، يعني شوف حملها وحملها، هذا بسموه في اللغة العربية طباق كامل. هذا طباق بسموه طباق كامل في اللغة العربية، طباق تام. نعم. فهذه التعبيرات يعني تعبيرات عظيمة. إيه، صار تابوتك سفينة والدمع فاض وحملها. حملها. نعم. في بدي قارن أنا بين ال، بس قبل ما تقارن أستاذ رفيق. نعم. نسرين بتحكي لك، نسرين مطربة وفنانة وصوتها ما شاء الله يعني. إشي بيعجبك، فبتحكي لك لازم تعمل لها قصائد شعبية عشان هي تغنيها. والله إن شاء الله إذا طلع معي إن شاء الله. بس أنا أنا بحاثة أكثر من إنه بعمل الشعر. أنا بقرأ مراجع. أنا ما قريت لكم أسامي المراجع اللي أنا ما في شيء من عندي. ما في شيء. أنا كله خلال أبحاثي. أنا بحاثة في الأدب الشعبي. طب في لك شيء دونت فيه هاي الأبحاث اللي أنت عملتها؟ لا، الحقيقة هي مجموعة محاضرات.
كان في هون مسجلة محاضرات مسجلة، يعني المحاضرات تم تسجيلها؟ في قسم منه أي محاضرة طبعاً، هي كل اللي عم بحكيه من المحاضرات اللي كنت أعملها. نعم. في جمعية اسمها أرب أكوغا، أرب كنديان يونيفرسيتي جراجويت أسوسيشن، جمعية الخريجين الجامعيين العرب الكنديين، وكنت لمرحلة من المراحل كنت رئيس فيها أنا، وكان في قيس غانم، كان في أنطوان غانم، يعني كان في أشخاص، وكنا نقدم أنا كل 3-4 أشهر أعمل محاضرة عن موضوع معين. يعني نعم. مثلاً من جملة الأغاني مثلاً عملت حلقات 2 عن الأخوين الرحباني وعلاقة المسرح الرحباني بالأدب الشعبي. نعم. طب حلو، هذا كويس. إيه، وكان يكون معي مروان محفوظ مرة، يعني مطرب مشهور من اللي غنوا مع الرحباني، يقعد حد مني ويعمل انتربريتيشن بالغنى. نعم. هاي كانت ال اوكي. انا بس بدي اسالك ليش حكيت لك هذا كويس. القصائد اللي كتبوها الرحابنة، ايه القصائد اللي كتبوها الرحابنة، وطبعا غنتها فيروز، وكان في احتكار ما بينهم. ايش اكثر قصيده من القصائد بتحس انه فيها ابداع، كان ابداع على المستوى الفني الشعبي؟ ام القصائد كلها قصيده القدس. نعم. سمعنا. هذه ام القصائد. اوكي. نعم. بس الاخوان رحباني ما مش كله اشعارهم كمان. اها. أشعار من شقة تانين، كان مثلاً سعيد عائل. هذا اللي غنته فيروز، مش كله أشعارهم. إيه. بس هم شعرهم، بس شعرهم كانت تغني فيروز. إيه، تغني فيروز. كان في ميشيل تراد. نعم. سمعين ميشيل تراد، سعيد عائل. نعم. معروف. سعيد عائل هو اللي كتب القدس. إيه، هو كاتب القدس ولحنوها هونيك. نعم. الأخوين رحباني وغنتها من أجمل، هي قمة العطاء بتاريخ الرحباني، لأنها جمعت كل القمم، سعيد عقل والرحابين وفيروز. راح ألكن كم بيت شعر من يعني لسعيد عقل، اسمع شو بقول. تفضل. بالشعر العام. هات. هني بحبهن بس انت من كتر ما تجمع بعينيك حلا، من قبل ما بهالكون كنتي كنت صلي لك صلاة، لما اتدحرجتي عشلقت شي نجم عن ايد ربي ملغشني وعم يوجعك انك حلم، لقوت نطفي من الفجر ومن لون خدك هالنقي، هالقال للشمس شهقي وعملت شيء اسمه الزهر، بلكي انطعت بقلب ورد بتلتقي. يا عيني. سعيد عقلها. ايه سعيد عقل. كان مجنون شعر سعيد عقل. مجنون بأشياء كتير وعاقل بأشياء كتير. بس الشعر العام اكسنتريك مان. هي از اكسنتريك. ما عنده حل وسط. صحيح. مين بعد منا نقول لك؟ زجل، ما سمعتنا زجل. زجل بالكتاب الثاني، ما توقعت تسألوني. طيب لا، طيب بلاش، طيب لحد ما تكتشف لنا زجل، مين من الشعراء الحاليين بتحسهم بكتب كلمة ممتازة مبدعة؟ والله سؤال صعب. إيه مش لاقي. إذا من نحكي عن الأشعار اللي عم تتغنى وتنعمل، ماشي هيدي ما بعتبرها أشعار، يعني ما فيها. في عنا بلبنان بيغنوا له وعنده شعر حلو، يعني بيعبر، هو نزار فرانسيس. أوكي. سامع فيه نزار فرانسيس؟ طبعا. هذا اللي جاي على راسي، يعني ما
ما حاضر كثير ب طبعا انا معلش بعد اذنكم بدي اقطع شوي الكلام. الان وصلنا خبر انه غدا ان شاء الله سيكون عيد الفطر في مدينه اوتوا وغاتينو. المجلس الائمه في منطقه اوتوا وغاتينو اعلنوا انه غد اليوم الفرايدي 29th هو اخر يوم من ايام رمضان، وأول يوم من شوال راح يكون May 23rd يعني غدا، وراح يكون إن شاء الله عيد الفطر يوم السبت. فكل عام وأنتم بخير. كل هذا عام وأنتم بخير. الآن أعلنوا عنه و... يا أخي anyway... عارف ليش حبينا بس نبلغ الجميع لأنه عم بيسألونا ناس عن عيد الفطر. كل عام والجميع بألف خير. كل عام وأنتم بخير. ووترلو طبعا ووترلو معيدين ولا صايمين بكره؟ ما لسه ما حدا خبرنا شيء، لسه صايمين. سمعت ووترلو اتوقع صايمين لغايه الان، صايمين احنا ما وصل لي خبر عنهم. انا حاسس انهم صايمين. سمعت اوشوا وتورنتو برضو اعلنوا، لكن ننتظر رسميا عشان ما ما حدا يقول لك. اذا ما وصلنا اذا ما وصلنا كعك لهون او ووترلو صايمين. اي كعك اي طيب تفضل. يسلموا كل عام وانتم بخير ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والبركه والخيرات. طبعا دكتور مخلص اكثر واحد فرحان. بقول لك معقول نفطر؟ حنفطر يا دكتور حنفطر. دكتور جمال عنده فطور بكره. الجميع بخير علينا وعليك. كل عام وانتم بخير استاذ رفيق. الله يخليك. كل عام وانتم بخير. على السريع. لا عم دور على الزجل. دكتور جمال بتعب اختار لك الزجل هالسوء. مش عارف انا. ممكن تحكوا لي ايش يعني زجل للناس اللي ما بتعرف؟ يعني انا بعرف بس للناس اللي ممكن ما يعني مش عارف شو يعني زجل. الزجل هسه بحكي للاستاذ رفيق. الشعر العامي. الشعر العامي بسجع. نعم يعني مثلا لازم يكون ارتجالي. مغنى يعني من لازم يكون ارتجالي. بقول لك من اغاني الرحباني مثلا. لك يوم ويومين وجمعه وشهر وشهرين. شهرين نعم. من الدمعه وين غايب وين هذا مخمس مردود بيسموه. ففي حلقه كامله عن أغاني الزجل. أستاذ عصام عدي طلع مرة طلع مرة معنا ومرتين طبعا، طلع يتكلم بالشعر المقفى وطلع مرة معنا وحكى لنا زجل كمان، فهو بكتب الزجل كمان أستاذ عصام. إيه بيكتب بعرفه صديقي، وكان معنا بأكوجا بجمعية الخريجين الجامعيين العرب. نعم طيب. في هون معطي أمثال أنا عن الزجل بأغاني من الرحباني اللي بتقول نحن منقول إنه مثلاً اللي معنا القرادي الموشح الأصيد البغدادي العتابة المجنة أبو الزلف الحدى الرويد كل هاي أنواع زجل. يعني مثلا نعم. المعنى أو المغنى نعم. إجت أساسا من المغنى. بيقول مثلا المعنى في عندك 12 نوع من المعنى كله سلم الشعر. قصير في طويل يعني متعدد. فمثلا المعنى العادي بيقول هذه كمان للرحباني. في لنا يا حب خيمي عالجبل ما ترى تنزورها بليلة غزل راكع الغيمات عند حدودها وتارك النجمات على سطحها أبل. هذا المعنى الطويل. يا عيني. طيب أستاذ رفيق علشان الوقت أنا بدي نختم الفقرة هذه بأفضل شيء ممكن تقدم لنا إياه، زجل أو حكاية
أو مثل أو كلمة من عندك. لا بس بدي لكم بيت شعر. تفضل. واحد لميشيل تراج. تفضل. راح أقول لكم إياه معليش. تفضل. لو ملكوني هالدني شو بريدها؟ بيعها بنصر الضفر من أصبعك. عمية عيوني يا ريت الله يزيدها شو إلو بعيون مش عم تقشع. يا عيني. يا عيني يا عيني. جميل. حلوة كثير. يعطيك ألف عافية أبدعت اليوم أستاذ رفيق. قصائد رائعة والحلو إنه كل اللي جبته غزل. شكلك حبيب قديم يا أستاذ رفيق. طبعا هو جديد. أنا قيس ابن الملوح. قيس أوتوا. قيس أوتوا. قيس ابن الملوح بقول لك. يا سيدي الحب الله نادى بالحب. نعم. حب قريبك، حب صديقك، حب نفسك. الحب شيء مقدس يعني ما نو. ولو الناس أحكي لك أنا هالمرة؟ إيه أحكي لي تفضل. أوكي. هذا بحكي لك في واحد من الأئمة، أئمة الحديث. إيه. قدامى زمان. كان في له حساد من كثر علمه. كان يحضروا حتى يخربوا عليه جلسات العلم تبعه. إيه. وكان يحضر معهم ابنه. ففي يوم يعني ببحثوا وبدوروا على عيوبه فاكتشفوا إنه ابنه يحب. فأجوا في مجلس العلم وقالوا له هل تعلم يا إمام أن ابنك هذا يعشق إهانة. فنظر إله قال له أحق ذلك؟ عظيم. فقال له نعم. ابنه قال له نعم يا أبي. قال له فاعلم أن المرأة إذا عشق يدق ويرق وتحسن أخلاقه. عظيم. يا عيني. كان في إن شاء الله إذا مرة تانية صارت بحكي لكم عن موضوع الضحك وكيف كانوا الأنبياء والرسل والخلفاء يحكوا عن الضحك قديش مهم بحياة الإنسان. صحيح. كان صدقة. احنا بنشكرك كثير استاذ رفيق، بالعكس شرفتنا اليوم وانا مسرور جدا. وكل عام وانت بالف خير، وان شاء الله بنشوفك في الحلقه القادمه معنا قريبا نحكي عن شغلات اكثر. عذرني كنت مستعجل بس من حبي وشوقي اللي بدنا نسمعه منك. الله يخليك. على حضورك اجى العيد يا استاذ رفيق. ايه على فكره على حضورك اجى العيد. ايه طبعا الله ينعاد على الجميع بخير. آمين. على فكرة أنا عندي باليوتيوب إذا بتفوتوا Tales from my country، حكايات من بلادي، Tales from my country على اليوتيوب. صار عندي لحد هلأ بلش فيها من أسبوعين شي 4 حلقات، ففيكم تسمعوا إشياء كتير إن شاء الله. أنا أحط للجميع برضو اللينك عشان إذا بحبوا يشوفوها. أوكي. نعم. Thank you حبيبي. Thank you. You're welcome يا أستاذ رفيق. شكرا أستاذ رفيق، شرفتنا. وما تعلو اكل بس تفطروا عمالكم ان شاء الله. خلص الان 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 السحور بدا من الان. السحور والفطور يا محمد ما بنضيع. احنا سحور وفطور وغدا وعشاء. سحور بكره يعني. لا عليك عليك لنا الكبيره اليوم. صباح الخير. مع السلامه. اهلا وسهلا. طبعا بنشكر استاذ رفيق، كان معنا في مداخله رائعه جدا، حكى فيها عن بعض التراث الشعبي اللي موجود في بلاد الشام معظمه يعني، وحكى عن شغلات رائعه سوقتنا كثير لاهلنا وجعلت فينا الحنين يتحرك واطل علينا كالقمر كما اطل القمر على مدينه اوتوا وجعل منها اليوم عيدا او غدا عيدا ان شاء الله. فكل عام وانتم بخير. برجع بحكي بس لكم بس نطلب طلب واحد. سوري. هلا قدرة الله بتخلصنا من مرض الكورونا. امين يا رب. امين يا رب. ان شاء الله. الفقراء اللي ما عندهم ياكلوا. امين يا رب. امين. 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 ونقرئك السلام. يعطيك الف عافيه استاذ رفيق. سلام. يعطيك العافيه. طبعا انا وصلني كمان خبر هلا انه ائمه
كيبيك أعلنوا أنه غدا المتمم لرمضان ورمضان والعيد سيكون يوم الأحد. في مقاطعة كيبيك العيد سيكون يوم الأحد just in case، لازم طبعا تأكدوا من جميع، لكن هذا وصل رسميا الآن من أئمة كيبيك. يعني صار عندنا الآن عيدين اللي في كيبيك هذول. لا احنا اوتوا وجاتينو في عندنا لايك هيئه ام مع بعض، فجاتينو تعتبر يعني معنا، واتوقع انه بعض المدن اوشوا سمعت اعلنوا، بس برضو تاكدوا عشان ما وصلني شيء رسمي. الناس عم تكتب، تعرف كل واحد بكتب اللي عنده، فما بدنا نعلن احنا رسميا الا ما يصل رسميا. اللي وصل بس الاعلان اللي اعلنته رسمي، اللي وصل من اوتوا وجاتينو رسمي انه غدا العيد. اللي وصل من أئمة كيبيك برضو رسمي انه الاحد العيد في كيبيك، اللي هي مونتريال وكيبيك سيتي. تورونتو ووترلو مش عارفين. شو رايك يا اكرام؟ ووترلو لبعد بكره. خليهم يصوموا يوم زياده ليوم الاثنين ووترلو. يعني احنا صراحه بدوش يحكي الواحد بالسياسه الله اعلم، بس في عندنا مسجد بوترلو، مسجد بكيتشنر، ووترلو كيتشنر يعتبروا مدن متلاصقة وبيختلفوا كل سنة على العيد ورمضان، فنحن تأهيل يعني. طب خليني أحكي لكم قصة الخلاف هذا. نعم. شو رأيكم؟ تفضل. يا ريت والله. ما فيش فيش حكواتي غيري. القصة في موضوع الهلال وموضوع الفلك. نعم. الحديث في موضوع الصيام والعيد اللي هو نعم. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم. فالرؤية هذه رؤية الهلال. نعم. إلا أنه الألفاظ اللي تستخدم، الألفاظ في ناس بيشوفوا أنه الألفاظ يتوقفوا على حدودها كما كانت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فرؤيته رؤية العينية. وفي ناس بيشوفوا انه الرؤية معنوية فتتغير مع الزمن، فإذا كانت الرؤية بالعين المجردة مباشرة فهي إذا تطورت ممكن تصير الرؤية بالتلسكوب، وممكن بعدين تصير الرؤية بالرؤية الفلكية أو الرؤية العلمية. فالآن اللي اعتمدوه أئمة أوتاوا وجاتينو، أنا أتوقع شفتوا هذا في رمضان، حكوا إنه الفلك يأخذ فيه بالإبطال لكن يأخذ بالرؤية في الإثبات. يعني إذا واحد أو مجموعة محترمة من الناس مصدقة فيها صفات العدالة والصدق شافت الهلال فيثبت العيد أو يثبت رمضان، لكن إذا كان فلكيا لا يمكن إنه يثبت في هذا اليوم حتى لو حدا شافه بيرفض هذا هاي الرؤية، ترفض هذه الرؤية. فهم بيأخذوا بالفلك في الإبطال ولكن لا ولكن يأخذوا بالرؤية في الإثبات. وضحت؟ لا بصراحة ما وضحت. يعني اليوم الهلال، يعني الهلال إذا أنا شفت الهلال فشهادتي في رؤية الهلال مقبولة، هاي إثبات بالعين قصدك. بالعين إثبات بالعين إثبات هاي نعم. بالعين هاي إثبات رؤية الهلال. لو كان فلكيا علماء الفلك قالوا لا يمكن إنه يكون في هلال في هذا اليوم، هاي اسمها إيش؟ اسمها إبطال، يعني في النفي. في النفي يؤخذ بالفلك. فإذا كان واحد حكى إني أنا شفته ولكن العلم بقول مستحيل الرؤية فتستحيل الرؤية، ترفض رؤية العين. أوكي. لكن بيأخذوا فيها إذا كان فيها إثبات، بردوها إذا كان في نفي، علميا في نفي لهذا الأمر. لكن كثير من الأوقات العلم بقول قد يثبت وقد لا يثبت، وقد يقول إنه لا يمكن رؤيته لكن ما بيقول لا يمكن أن يتشكل. في فرق ما بين لا يمكن أن يولد الهلال وما بين لا يمكن رؤية الهلال. نعم. إذا قال لا يمكن أن يولد الهلال فمعنى ذلك خلص مستحيل أنه يكون في هلال في هذا الوقت فترفض الرؤية. نعم. لكن إذا قالوا صعب
صعب رؤية الهلال، وفي مجموعة من الناس ثقات رأوا الهلال، ممكن في ممكن في مثل هاي الحالة إنه يثبتوا رؤية الهلال ويبنوا عليه. يعني هو موضوع شوية خلافي كل سنة بيصير. أنا صراحة أؤيد موضوع الفلك، لكن هذا شيء شخصي وليس يعني لا نستطيع أن نجمع عليه، لأنه ربنا أعطانا العلم وأنيوي يعني موضوع طويل بصراحة. دكتور أنا حتى لا أدخل في الموضوع الفقهي لأنه مش موضوعنا الآن، لكن بشكل ملخص ومختصر ما وصل إله أئمة جاتينو وأوتاوا من اللي قرأته أنا، يعني خلينا نحكي توفيق كويس، توفيق جيد بين الأمرين. نعم والله هو شوف هم بيراقبوا. أنا شفتهم اليوم بعد على المغرب كانوا عم بيراقبوا بال يعني هم بالرؤية لسه، بس بيراقبوا بالتلسكوب، بالتلسكوب بيراقبوا ما بعرف. بس الدكتور مخلص بيسأل شو الإعلان الرسمي ومن هي المرجعية. هذا هو الإعلان الرسمي، وهذا معناه كل مساجد أوتوا وقتينو راح يصلوا غيابا في منازلهم صلاة العيد غدا. يعني هذا ما هو ما عدا الدكتور مخلص يا دكتور. خليه يصوم 5 أيام زيادة مخلص. 5 أيام دكتور مخلص ليوم الخميس. يوم الخميس. دكتور جمال، حسب المسجد عندنا في واترلو نايت 11 يعني قبل 5 minutes there are no confirmed sighting of the moon so far. أوكي. يعني لسه ما في رؤية وما في أي يعني أبديت، معناته هي الظاهر أنه بكرة رمضان عندنا، يعني عندكم رمضان الظاهر. نعم الظاهر كتبت علينا، ودينا المعلوم معمولات عنا تكرم. خلاص احنا بنعيد عنكم. احنا بنعيد عنكم هلا أوبر نبعث لكم إياها تكرم. طبعا احنا كان في عندنا مبادرة ثانية كنا نحكي عنها أستاذ محمد. طبعا المبادرة اللي قامت فيها الأستاذة إكرام والصديقات والزميلات اللي معها كانوا يعني من المبادرات الرائعة التي نفتخر بها. كانوا يطعموا أبنائنا وإخواننا من الطلبة اللي موجودين في الجامعة في المدينة اللي هم فيها، وهذا شيء جميل جدا إنه نتذكر إحنا بنسميهم طالبي العلم وعابري السبيل، يعني وهذول أصلا من اللي ذكروا في القرآن أنه يجوز فيهم الصدقات فشيء جميل أن نتذكرهم بطعم جيد أو بنكهة جيدة أو بأكلة جيدة. والأكلات اللي كانوا يطبخوها أكلات يعني زي ما حكت الأستاذ إكرام، وشفت الفيديو أنا ممكن أعرضه مرة تانية. يلت تعرضه مرة تانية يا دكتور. هلأ أحطه الشغلات يعني بتشاهي الديزاينز يعني إشي جميل جداً، وهذا يعني من القلب زي ما بيحكوا. يس هذا شيء رائع، يعني نحن نفتخر بما قمتم فيه. شيء جميل وفعلا يعني جعلت فينا الغيرة والغبط انه نقوم بنفس الشيء ان شاء الله السنة القادمة. ان شاء الله يبعد عنا الفترة هاي ونقدر نجلس معهم ونأكل معهم ونعزمهم على بيوتنا، لانه يعني فعلا why not. هاي معكم الفيديو مرة تانية، شكل كوكتيل وكباب هون ولا إشي؟ كباب. نعم كباب هندي. يا عيني طبعاً الفيديو أو الكليب الكريدت بدي أعطيها لابني سيف الله يرضى عليه، كان من الجنود المجهولين برضه، هو عد الفيديو أو الكليب. متخيل يا دكتور هذا عامله سيف. الله طلع الموسيقى اللي عطتها سيف، الله يحفظ لك إياه. لا 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 ما شاء الله عليه. أنا هسه عرفت ليش إكرام بتسميه الطفل المعجزة. يا هو شوف مناقيش يا دكتور قديش معمولة بالحب هيك والحنان. يا عيني وشربت الشوفان والفلافل اللي كانوا في عنا. يا كان فينا طلاب فيجيتيريان طبعا، والسيدات أبدعوا بإعداد أطباق فيجيتيريان لإلهم. شوربة أنواع متعددة من الشوربة، كل يوم كان في شوربة شكل بس بوصل طايف. سلط أنواع متعددة من السلط، فتوش، كنافة
رايس بودينج، كبسة، بقوزي، شوف الفلافل مروعها، واليالنجي. وطبعا ختمناها اليوم، تم توزيع كعك العيد مع وجبات الإفطار. طبعا بعض السيدات مبادرة منهم إضافية لمبادرة الإفطار، قاموا بتوزيع كعك العيد اليوم على كل وجبة، قاموا بإضافة كعك أو معمول العيد أو بتيفور يعني حلوى العيد. هاي اليوم كانت مبادرة مبادرة أخيرة لل يعني حتى إنه نشعر الطلاب إنهم يعني هم في أجواء العيد بإرسال طبق من الحلوى لهم مع وجبة الإفطار. كانت اليوم يعني قاموا الصبايا بإرسالها. يعطيهم العافية. طبعا انا بدي اتكلم شوي عن مبادره احمد شكري ابو شامل. نعم. كانت مبادره له ونزل فيها اعلان في الجروب، وكان في اقبال كبير عليها، اللي هي مبادره الدولار. نعم. هو طلب من الجروب اذا احنا عملنا صندوق، والصندوق كل واحد تبرع شهريا بدولار. يعني ولو فرضنا شارك فيها 1000، فأنت بتقدم كل شهر بتقدم $1,000 في الصندوق. وطبعا الباب مفتوح للي بيحب يزيد. الفكرة تبعه إنه إحنا ممكن نشوف ناس محتاجين، ممكن نشوف ناس كانوا يعملوا وتركوا أعمالهم، ممكن نشوف بعض التجارب اللي يعني هو بسماها مشاريع خفيفة. نعم. اللي ممكن نقوم فيها تساعد وتدر بعض الدخل على بعض الناس اللي محتاجين. فهذه كانت المبادرة. طبعا في ناس كثير أيدوا المبادرة وأعجبتهم، وفي ناس قل يعني ما عجبتهم، وفي ناس كان لهم تعديلات أو تطويرات. أنا بدي أحكي إنه المبادرات يا جماعة مش بالضرورة تكون محكمة يعني محكمة التفاصيل. أحياناً بتكون المبادرة عبارة عن إطار، والتفاصيل تلحق. يعني الفكرة بالأساس بتكون حول الهدف وآلية العمل وبعض ملامح للطريقة. إذا الناس عجبتها هاي المبادرات بالإطار تبعها، بيبدوا يتكلموا بالتفاصيل. فإذا كان الأغلب معجبيته هاي المبادرة وحاب إنه يعمل شيء، وعنده مثلاً ملاحظات على الصندوق، وين يكون الصندوق، مين اللجنة تكون مسؤولة عن الصندوق، كيف اختيار لجنة الصندوق، كيف يختار الجهات اللي يوزع لها أو يعطيها، كيف يتم التعامل معه، هذه التفاصيل ممكن الكل يشارك فيها، ممكن الكل يحط فيها رأي، ممكن الناس يعني تطلع لجان، تطلع مجموعات متخصصة تفكر بطريقة العمل، طريقة التنفيذ. لكن هي الفكرة بهذا الشكل. ف أنا دائماً بميل إنه إذا كانت الفكرة مقبولة ما نوئدها بسبب عدم قدرتنا على تصور التفاصيل الآن. نبدأ نفكر في التفاصيل، نفكر في آلية التنفيذ. نعم. ونحلها واحدة واحدة، حنكتشف إنه أنجزنا إنجاز كبير جداً، لأنه بدينا نحل على رأي كايزن الياباني. بحكي لك إنه إذا أنت بدك تغير فابدأ التغيير بالأمور البسيطة، غير شيء قليل قليل قليل، تكتشف أنك غيرت يعني أحجام كبيرة كالجبال. فإحنا هاي الفكرة تبعت أحمد شكري كانت في وجود صندوق، هذا الصندوق اللي هو يقوم على $1 من كل شخص شهريا، وهذا الصندوق تفاصيل كيف ينعمل، مين الجهات اللي تعمله، هذا بعود للمتحمسين للفكرة إنهم يأسسوا هذا الشيء ويبنوا له تفاصيل. طبعا زي ما بيصير كل سنة للأسف، بيصير ناس بتحط لك وناس بتشيل وناس بتحكي عن موضوع ليش العيد. أنا وإنتوا بتحكوا يعني اعذروني، بس عشان نتأكد دخلت على الموقع تبع مسجد أوتوا، وهذا الفيديو أنا ما سمعته، حنسمعه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear speakers. الصوت واطي يا دكتور.
and to get us into Eid, inshallah, with Allah Seed. So we have regulations here from the province of Ontario that drive-in religious services are allowed. We have guidelines, so please, patient for this year, we ask Allah Subhanahu. My dear respected brothers and sisters in the city of Ottawa, Gatineau, this is the Ottawa Muslim Association. We are announcing our drive-in Eid celebration for this year. We ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to bless us during the month of Ramadan and to get us into Eid, inshallah, with Allah safe. So we have regulations here from the province of Ontario that drive-in religious services are allowed. We have guidelines, so please, we have to follow all the guidelines and the instructions to be able to come to the Ottawa Muslim Association to celebrate our Eid, inshallah, bi-ibillah. The first one, all of us must come in cars. We should not walk in. It is drive-in religious service, means we have to drive in cars. We follow the volunteers. They will tell us where it is safe for us to park. And also, we must stay at all times inside our cars. No one is allowed to leave the car. Please ensure that all family members or all the members of our family, they are coming from home, they are ready. All of them use the washrooms. So because everybody has to stay in the car, so washrooms may not be available. Also, you will join the takbirat. You will listen to takbirat with the imam and the jama'ah, inshallah. We will ensure that we have speakers in the parking lot enough for everyone to enjoy the takbirat. And also you will join Salatul Eid. You pray behind the imam sitting in your car. And there is a fatwa was issued lately from the fuqaha that this is possible. You can pray sitting in the car. For those who feel it is not good for them to pray sitting or they don't want to do it, they can listen to the takbirat, they can watch the imam giving the khutbah, and then they can do the salah when they go back home, inshallah, bi-ibnillahi ta'ala. Eid gifts will be distributed for the kids and the toys, for kids also, and also for the family members, inshallah. We will give some chocolates for the parents. First salah will be starting takbirat at 8. Salah will be at 8:30. The second salah, takbirat 10. And the salah will be 10:30, inshallah. Due to this special situation, and we are trying to arrange everything to go smoothly, no one can leave the property here for Ottawa Muslim Association parking lot before the khutbah ends. So you have to wait inside your car. If you want to leave, you have to wait until the imam finishes the khutbah. We are expecting the presence of bylaw officers and the media, so we should show the respect we have for the government rules, and we should show the community, the Canadian community, that Muslims are very good citizens who abide by the law and they understand their faith very well. Brothers and sisters, me, myself here in the Ottawa Muslim Association and the management, congratulate all of you for the coming of Yawmul Eid. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a very pleased event for all of us. We'll see you inshallah on the day of Yawmul Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa antum bi alf khair. Alli sma'tu kaman al'an inno Toronto a'lanu fi ishi ismo foundation Muslim Foundation of Toronto. ما بعرف هل لأنه أنا بعرف إنه معظم أهل تورونتو بيمشوا على إسنا، لكن هذا اللي وصلني الآن أنا بحطه عشان الناس تطلع مين هم عشان نكون واقعيين. Islamic Foundation of Toronto. العيد بكرة عندهم برضو Saturday May 23rd first of شوال. فالإسلاميك Foundation of Toronto. هذا اللي وصلنا الآن. يعني كل عام وانتم بخير، اللي بدي عيد بكرة، اللي بدي عيد بعد. وانتم بخير. صدقوني يعني ما نكبر الأمور زيادة. هذه اجتهادات، والاجتهادات يعني بتسع لها الشرع، والاجتهادات يعني مقبولة في النظر. والرأي ما دام العقل البشري عنده هذا الرأي فيجب أن يحترم، والدين يتسع للجميع. يب.
اللي بده يصوم زياده ما عندهش مشكله. لا اذا كان بده يصوم زياده وهو شايف انه هذا عيد مشكله. لا عنده طبعا. حرام الصيام بيوم العيد. يعني يوم العيد صح. يوم العيد طبعا. طبعا يعني برضه بنرجع بنحكي انه لازم تتاكدوا من الاماكن اللي انتم بتعتمدوها عشان ما يكون عندكم خربطه. وهلا الاس ان ام سي تبع برهيفن اعلن ومسجد الرحمه، فالكل عم بيعلن الان، اتوقع انه راح يوصل الاخبار للجميع. بنرجع بنحكي انه كل عام وانتم بخير. اليوم كانت جلسه جميله جدا معكم. ماذا نتبع؟ تتبع اللي انت اتبعتي لما اخت امال بتسال، لما انت صمتي مع مين صمتي؟ اذا صمتي مع اسنا بدك تفطري مع اسنا، اذا صمتي مع مسجدك بدك تفطري مع مسجدك، اذا صمتي على في ناس عندهم فتوى انه بصوم على السعوديه، خاصه في بلاد اللي ما فيها فتاوى. كل واحد على الفتوى اللي تصام عليها. طيب هي امال وين موجوده؟ أمال أعتقد في تورونتو. لا مساساغا تورونتو بدها تشوف أقرب مسجد عليها وتتبع الفتوى تبعها. دكتور مخلص بقول ترودو بطلع لك بكرة بقول لك كل عام بخير تفطر عليه يا مخلص. تباير الدولة. يا الأخت أمال في تورونتو، فأعتقد أنه في إشي اسمه إسلامي فاونديشن اعلن، وما بعرف اسنا، انا في ناس بعرف انه بمعظم تورونتو على اسنا ولا لا استاذ اكرام، يمكن انتم ادرى يعني. في كمان يعني مثلا عندنا في ووترلو مسجد ووترلو لا اسنا ولا ماك لحالهم، يعني ما بعرفش ايش بتتبعوا. بتتبعوا المون سين لازم يكون سايت سين. وماك تشينر مثلا ماك، في ناس على اسنا، فحسب زي ما حكيت حضرتك مع مين صمت بتفطر. المشكلة صمنا قبل 30 يوم، الواحد مش متذكر امبارح شو أفطر. يعني هاي المرة أسهل. المرة هاي أسهل ليش؟ لأنه الناس صامت تقريبا كل الناس صاموا مع بعض. نعم. فالفرق حيكون يوم 29 أو 30. 30 نعم. فاللي حيصوم اللي حيصوم بكرة هو حيكمل 30. واللي حيفطر بكره المشكله اخي محمد تعرفوا المشكله ما يكونوا جيران وكل واحد فيهم متبع مسجد يعني، وتلاقي الجمعه. احكي لكم بصراحه انا ما بشوفها مشكله. مش مشكله يعني انا ما بشوفها مشكله، لانه يعني اسالكم سؤال، كلياتنا بنصلي جماعه بنفس الوقت؟ لا طبعا يا خبر. طب اسمع بدنا ناكل معمول يعني. بدنا ناكل المعمول، احنا مش مشكلتنا. اسمع انا اصلا عمالي بس احنا مشكلتنا المعمول. انا اصلا عمالي بدعي انه واترلو يصوم بعد اسبوع. احنا بدنا المعمول. طب اسمع النقطة اللي صارت معي في الصين قبل ما ننهي يعني. انا عارف انه طولنا على الجميع ليلة عيد. كان عيد الاضحى عيد الفطر وكنا ناويين نذبح خروف احنا والشباب طلاب، فقررنا نذبح خروف ونعمله مشاوي، مش يعني انه اضحيه بس انه نعمله مشاوي. فرحنا على المسجد وطلبنا منهم بيعملوا ب 15 رمضان بيبداوا زي واحد بيجيب خرفان، فبتروح بتدفع المبلغ وبتعمل لك خروف، بعطيك رقم تيجي يوم العيد بتاخذ خروفك بتذبح لك اياه بسلخه بتاخذه قطع زي ما بدك. ممتاز. احنا طبعا ما ان احنا في دولة غير مسلمة كنا نصوم على اول دولة اسلامية بتعلن واول دولة اسلامية بتعلن العيد، فكنا ماشيين على هذه الفتوى. ففعلا صمنا سنتها 29 يوم رايحين على المسجد، احنا مبسوطين متحممين بدنا نروح نصلي صلاة العيد. دخلنا على المسجد فيش ولا واحد. يا جماعة امتى العيد؟ قال العيد بعد يومين. يا جماعة اليوم العيد؟ قال لا العيد بعد يومين. احنا بالصين عندهم المسلمين كلهم على الفلك، ورمضان لازم 30 يوم ما في 29 يوم، حتى السنة يعني ما في 29 كله 30 يوم ولازم على الفلك، يعني خلص محدد الرزنامة من 1000 سنة على اليوم هذا بصوموا على اليوم هذا بفطر. يا جماعة كيف بعد يومين؟ طب لو زادت ونقصت بكرة العيد؟ قال لا بعد يومين العيد. وفعلا انتظرنا صلينا لحالنا العيد.
وانتظرنا يومين لما ناكل الخروف فكناه على اليوم الثالث. شوف يعني في شيء صراحة في شيء يعني ضمن إطار الاختلاف المقبول، وفي شيء أكيد نتمنى إنه يكون الأداء فيه أفضل، وفي شيء لا يمكن إنه يجتمعوا عليه الناس. لا يمكن اللي بيطالب اجتماع الناس بيطالب شيء من الخيال. ولذلك لذلك إحنا خلينا إن يعني نكون في شيء أهم. خليني بس يعني أختم بشغلة بسيطة دكتور. نعم تفضل. موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما ترك قومه وراح يعني راح إلى ملاقاة الله عز وجل، نعم، جعل بينهم وجيه من هو هارون أخوه. نعم. فلما شافوا موسى راح عبدوا العجل. نعم. صح. فهارون كان يذكرهم إنه كيف تعبدوا العجل، فكانوا يعني فرفضوا إنهم يستمعوا إليه. فلما رجع موسى قال له ما الذي منعك أن تتبعني؟ مظبوط. نعم. وكان يأخذ بلحيته، الآية بتقول كان يأخذ بلحية أخوه ويشده ويقول له ما الذي منعك أن تتبعني إذا نعم. رأيتهم ضلوا. شو قال له؟ رد عليه هارون قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم. والموضوع موضوع عبادة العجل، لكن خوفه من أنه يفرق قومه خلاه يتوقف حتى يأتي موسى. نعم. فالتفرقة، بعض العلماء قالوا التفرقة تفرقة المجتمع تعادل التأثير على الناس أو تفرقة الناس في العقيدة. طيب عشان هيك يعني الاجتماع رحمة، اجتماع الناس رحمة، والخلاف فيه متسع، وكل واحد له حجته ورأيه. نعم. طبعا الدكتور مخلص بيحكي عن شغلة احنا مش ندخل بنقاش، انه لازم يكون عندنا مرجعية واحدة في كندا ان شاء الله. بس يكون عندنا مرجعية واحدة، بس يكون عندنا مرجعية واحدة خارج كندا ان شاء الله. لا انا مع الدكتور مخلص، وبتمنى انه الدكتور مخلص يبدأ يشتغل على الكلام هذا. يا سيدي الله يعطيكم العافية. إكرام، شو بتحبي تحكي للجمهور قبل ما ننهي حلقتنا اليوم؟ والله بحب أعيد على الجميع، يعني سواء صاموا بكرة أو عيدوا، يعني نعم. كلها يوم مش كتير فارقة. نعم. الله يتقبل من الجميع، يتقبل عبادات الجميع، يتقبل المبادرات وتقبل الصدقات، وعيدكم مبارك إن شاء الله جميعا. أستاذ محمد ودكتور جمال ما شاء الله عليكم، كان يعني تلفزيون كنار كان مبدع، وكان يعني ما شاء الله أكتب ونشيط طول فترة رمضان، والبرامج اللي يعني تسلينا فيها بصراحة. حتى أنا مرات ما كنت أحضر البرنامج لايف، كنت أحضره ثاني يوم على اليوتيوب. يعني بهنيكم على النجاح، وإن شاء الله من زايد لزايد زي ما بحكوا بالأردني. الله آمين آمين يا رب. محمد، أنا بدي أقول كل عام وأنت بخير. اللي بكرة حيعيد كل عام وأنت بخير، واللي بعد بكرة حيعيد كل عام وأنت بخير. وإن شاء الله تجعل الأيام جميعها خير، ويكون تتمة الخير برحمة الناس بزوال هذا الوباء عن الجميع، عن كل الإنسانية. الحقيقة إحنا بنقول كل عام وانت بخير لكل البشرية وكل الإنسان، وإن ما كان كل عام وهو بخير، ونتمنى للإنسان يكون دائما بصحة وسلامة أينما كان ومهما كان دينه ومهما كان يتبع. فيعني الله سبحانه وتعالى رحمته قريب من الجميع ووسعت كل شيء. والأمر الآخر بالنسبة لتلفزيون كنار، إحنا حاولنا خلال الفترة هذه إن نكون متواصلين، وإن شاء الله نستمر. وبكرة إن شاء الله السبت الساعة 10 في عنا لقاء معايدة، سواء اللي عيدوا في نفس اليوم أو اللي عندهم عيد ثاني يوم، إحنا بنكون جمعنا بين الحسنيين النص، ليلة العيد وليلة العيد ونهار العيد ويوم العيد. فحيكون الساعة 10 في عنا لقاء، ونلتقي بالجميع، نعيد على الجميع. وفي مفاجأة مش هنحكيها هسه دكتور، صح؟ صح. نسينا الأسئلة اليوم احنا، لكن خليها لبكرة. الأكل ضيع الأسئلة يا أم هاشم.
بعد المعمولات ضل في أسئلة. الفرحة بالعيد. لا والله أنت فرحان بالعيد. تقبل الله منا جميعا ومنكم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. طبعا في واحد بعت لي مسج هلا بقول لي أنا هلا عم بفكر بترودو، شو بدي يسوي؟ بدي يطلع بكرة يعمل الانونسمنت ولا بعد بكرة؟ هاي خولة بتحكي لك بكرة العيد. تقبل الله طاعتكم. بكرة خلاص عندهم بكرة السبت، إذا في تورونتو السبت. خولة بتقول بكرة العيد. ها خولة من تورونتو. ف anyway أنا بالنسبة لي المرجع في تورونتو خولة. كل عام أنت بخير خولة. ها بدل الحكي يا خولة، كل عام وانتم بخير جميعا. امل، خوله، عبد الله، دكتور مخلص. دكتور مخلص بعد بكره، معلش يلا خليك. كل عام وانتم بخير جميعا. صدقا 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 كانت تجربه ليست بالسهله انه نطلع لكم كل يوم مرتين حتى ثلاث مرات كنا نطلع في الاذان. كان يواجهنا كثير مشاكل، انترنت ضرب، الفلان مش حاضر للشو اسمه، نغير اخر دقيقه، ولكن لانه احنا اللي كنا في كنار تي في او الطريقه اللي حبينا ندخلها على كنار تي في انها تكون لايف، ما يكون في تصنع، ما يكون في تقطيع في الفيديو، مونتاج ودبلجه، قاعدين بناكل قدامكم، بنشرب قدامكم، الاولاد بتطلع قدامكم، هذه حياتنا الطبيعيه، ما فيها تصنع ولا تكلف. ام هاشم زي ما شايفين قاعد في البيت، الدكتور الاستاذ محمد قاعد في بيته، انا قاعد في بيتي، يعني إشي طبيعي تسمع صوت واحد ضوى الغاز ولا المي نزلت عم بجلي. هذا بثبت انه احنا ما بنجلي ترى، في واحد ثاني. بس كانت تجربه مش سهله، اللي دعمنا في التجربه هاي انتو، واللي خلانا صامدين انتو، اللي خلانا نستمر انتو، واللي حيخلينا نستمر برضو انتو، لانه فعلا لما بدينا انا والاستاذ محمد بتذكر كنا مفكرين نطلع مره مرتين بالكثير، لانه من وين نجيب المواضيع، لكن بدعمكم وبدعم الشباب اللي بيطلعوا معنا، ام هاشم، الاستاذ خالد، النسرين، ما تنسى حدا، خولة، صابرينا، صابرينا، نادية، دكتورة ميسم، نادية، ريم، كل اللي بيطلعوا معنا، اللي طلعوا معنا، أسماء يعني من أبناء الجالية اللي بنفتخر فيهم، نعتز فيهم، لأنه أعطوا وقتهم، أعطوا معلوماتهم، فبنشكرهم بهذا يعني جهدنا هو بسيط بالنسبة للي قاموا فيهم فعلا. والناس اللي كانت تعلق وتسأل وتعمل شير وتعمل لايك، يعني دعمكم هذا كان بالنسبة لنا لا يوصف. والحمد لله أنه وصلنا الفائدة، لم تكن الفيديوهات ولا الحوارات زي ما بيحكوا حوارات بدون هدف، كنا بنحاول في كل حلقة أنه نجد شيء يهم ويلمس جرح من جروح أبناء الجالي، يلمس موضوع مهم لأبناء الجالي. قد لا يكون الجميع محتاج أنه يعرف عن شراء المنازل لأنه مش مهتم بشراء المنازل، لكن قد يستطيع وقد يحتاج، وحيرجع له إن شاء الله في يوم من الأيام، موجود عندنا بالأرشيف، وإحنا بكرة حنعلن عن مفاجأة لكم، فكونوا معنا إن شاء الله الساعة 10. ما ليش طولت عليكم، بس تعرف excited العيد، لواعي الجديدة، قصد البجامة الجديدة، الكعك العيد. أشرف طبعا، الدكتور أشرف مخلص مشكور، أمال كانت معنا فعلا، يعني الأسماء كلها بدناش ولا واحد يزعل منا، أخونا معن يعني صراحة طلع معنا يمكن حوالي 45 شخص، دكتور قيس، الأستاذ عصام عدي، طلع معنا أكثر من 45 ربا فتال نفتخر فيهم جميعا صراحة. أعطوا أم إكراء، أم هاشم، أبو هاشم طلع معنا، ابنها لأم هاشم سيف،
فبارك الله بارك الله فيكم جميعا جميعا جميعا، ونشكركم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، تصبحون على خير. تصبحوا على خير.